المشاهدين الكرام، نتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر معبر رفح البرية. بداية دخول الشاحنات في أعقاب أيام من القصف المستمر على القطاع قطاع غزة، يأتي دخول هذه الشاحنات وسط هتافات المرابطين أمام المعبر معبرين عن تضامنهم للأشقاء الفلسطينيين وحريصين على إيصال المساعدات الغذائية والدوائية إليهم لإعانتهم على ما يعانونه منذ 7 أكتوبر من قصف مستمر على القطاع وأوضاع معيشية غير قابلة.